أقول أما كان من الأولى للإخوان في إيران أن يتحاورون مع السيد كمال حيدري، يعني هذا من باب أولى. إذا المصلحة الإسلامية تقتضي يتحاور مع المختلفين وياك الوهابية، في من باب أولى عالم مرجع شيعي تتحاور وياه. احنا دا ندعو انه يتحاور مع الملحدين والرأي والرأي الآخر، ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا بيعها. هل من الإخوان اللي طلعوا علماء دين كثر أنه يتكلمون على السيد، وحتى كلمات مو لطيفة، يعني ما ينطوا قيمته العلمية أو الاسم الحقيقي وكمال قبة، ما تليق، يعني إحنا نختلف مع الآراء الأخرى ونحترمها حتى لو كانوا ملحدين. فأنت تعطينا رسالة لشبابنا، أنا هذا اللي خوفني شبابنا، أنه إحنا ما نتحمل رأي الآخر، لأن ما عندنا رأي، بس آراء عاطفية وآراء سب وشتم. بالتالي أعتقد على الأخوة في إيران بكل محبة ونصيحة أخ لهم أقول إذا سووا هذا خطأ وكلش مو صحيح، ولسيد كمال حيدري أقول له الحكي بيناتنا، أتمنى يطول عليك الحصار، لأن هذا لمصلحتك، الناس تتعاطف عن المظلومية، وبالتالي عاطفيا راح يكون كلهم وياك. ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا أمام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا بيعها.